وطلع دماغ دماغ دكتور صار الحاج استنى فل يا معلم حسام رب استر استر يا رب ارفع فوق مش تحت يا معلم حسام ادعوا كده يا بنت سهيل من عند ربنا عندنا كل يوم جديد وبامر الله ابو عمر كل يوم في احسن واحسن من داخل مزرعتنا وهدايا كل يوم هيجي لبكريا استراد في حاله ولاد ابو عمر ايه بس ادعوا كل اللي بحياه النبي كله يخش يشوف المال ده ابو عمر يدعي بالتسهيل من عند ربنا اللهم امين يا رب يا سيدنا النبي اللي يخش يا ابو عمر انا مش عايز منك لايكات عايز منك اي حاجه تدعي بالتسهيل من عند ربنا وحياه حاجه النبي اللهم امين تدعي بالتسهيل لو قلنا رجاله عجه بكريه عجه بكريه استراد بشهادتها ابو عمر بس ربنا يقومها بالسلامه يا رب يقومها بالسلامه يا رب يقومها بالسلامه واللي يجيبه كله ربنا يجيبه خير ان شاء الله لو قلنا رجاله كده ربنا يقومها بالسلامه بالله لك يا رجاله لو قلنا رجاله على اللايف ان ربنا يقومها بالسلامه من مزرعه الحاج حسن ابو الحاج بفضل الله كل يوم في جديد وجديد تمام يا رجاله انا عايز كده كله يخش معايا اللايف ده على البث المباشر يدعوا لنا بالتسهيل بالله عليكم عشان العجه رجاله الساعه البكريه تمام عجه استراد دعونا دعواتكم لنا رجاله كل يخش على اللايف ده بحق ليله الجمعه المباركه بحق ليله الجمعه المباركه يدعي لنا وان شاء الله باذن الله نعرضها من اقل من اي محجر يانا ليه؟ لانها والده عندنا الناس اللي بتشاهدنا الناس اللي بتثق فينا ابو عمر الناس اللي بتتابعنا الناس اللي بتدعي لنا طول السنه على دماغي من فوق النهارده الرجاء منكم ربنا بس يقومها بالسلامه ويدعي لها بالتسهيل اللهم امين يا رب لان هي دلوقتي حاله ابو عمر يعني انسانيا منك كده تدلها بالتسهيل من عند ربنا اللهم امين يا رب عايز واحد احسن من كل يخش على ده يا رجاله ادعي لنا بالله عليك عشان الخلف كبير شويه يا رب يسترها استرها يا رب العجه بكره يا رجاله وطبعا بالله عليك يا رجاله كل يخش على ده يعني العجه تعبانه بجد يا تعبانه بالله عليك كل يخش على ده ادعي لنا كدعوه حلوه كده ليله الجمعه يا ابو عمر كل اللي يشوف العجه دي على التسهيل يا ابو عمر مش النهارده ده ليله الجمعه وهنعرضها ان شاء الله برضو باذن الله ربنا يستجابه بالسلامه الاول نسلم لبن اقل من المحجر ياما اقل من اي حاجه ياما عجله استراد لبنيه بشهاده ساعتها بفضل الله بشهادتها استراد تمام يا رب يقومها بالسلامه وربنا يسترها عليها وكل اللي يجيبه ربنا خير كل اللي يجيبه ربنا خير من عند الله يا رب استرها يا رب يا رب استرها استرها يا رب استرها يا رب دعواتكم كده معانا رجاله بالله عليكم ادعوا لنا رجاله واللي عايز ابو عمر اي ابو عمر اللي عايز اي بهايم حلابه مواشي من اول ضرار لما من اول 20 كيلو لغايه 50 كيلو بفضل الله موجود انا بيعش بهيمة ابو عمر من البقر بالذات الا ما صاحبها اللي يجي بيشتري مني يستلم تحليل صله بروصله كله على الطبيعه زي ما انت كل شيء على الطبيعه كل حاجه على الطبيعه عندي سيب لك كام تليفونك يا معلم سام 010-980-4998 اللي عايز اي شيء ابو عمر داخل الثروه والحيوانات تحت امره تمام وكل اللي شاهدنا ابو عمر ادعي لنا بلايك واحد صغير كده علشان كله يشاهد المال الحلو ده كله يشاهد المال الطيب ده ابو عمر طلع دماغ يا دكتور يا رب استرها يا رب استرها يا رب يا رب استرها يا رب استرها يا رب استرها يا جماعه بالله لكل اللي شاهد بس ادعي لنا كده معانا دعوه يا رجاله كده من قلبكم بالله عليكم يا جماعه اللي معانا على اللايف لو تكرمتوا انا عايز دعوه من قلبكم من اخوكم ابو عمر ابو الحاج على قناه سوق بلدنا كل يوم انا هدعمك من ده ادعي لنا بس كده دعوه حلوه من قلبك دعوه حلوه كده عشان بس الشاب ده ينطر الشجر للولاده بقالها اكتر من 3 ساعات دعوه حلوه منكم قبل الله عليكم دعوه حلوه كده المشاهد معانا وطبعا احنا اتصلنا بالدكتور اهوت دعوه حلوه منكم بالله عليكم شد فكم شويه تقوم بالسلامه ابو عمر وعارضها بسعرها بامر الله تقوم بالسلامه وعارضها بسعرها وعارضها من اجل مكان 15000 من اجل حته ب 15000 بفضل الله هتسمع السعر هنا من داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج ابو عمر فوق وركز واسمع الاسعار ولف القنوات كلها انت بتدفع فلوس ماشي فلازم أن تاخد سعر كويس وسلاله حلوه عشان ربنا يبارك لك فيها تمام كل الناس تشجعنا اللايك حلو عشان غيرك يشوف المال الطيب ده اهو يا رجاله انت الراحه يا دكتور عليك بالراحه واحده واحده يا دكتور بالراحه يا دكتور عشان ده اول موسم رجاله العجله لسه اول موسم لبنيه طبعا دعواتكم لنا يا رجاله بالله عليكم انا عايز كل محدش يشاهد كل اللي بيشاهد كده كل اللي بيشاهد كده ايه دعوه حلوه كمان قلبك يا بالله عليك دعوه حلوه كده وحتى حبيبك النبي حياه حبيبك النبي دعوه حلوه خش يا معلم حسام كده اجل عجلة بقى خش يا معلم
اتمنى يا ابو عمر. معلش. وان شاء الله عشان برضه هي والده عندنا يا جماعه، هي والده عندنا والله هنعرض لكم ارخص سعر ما يهمكوش، هنعرض لكم برضه بسعر العشر. هنعرض لكم بيها والده بسعر العشر، بس بالله عليكم دعوه حلوه كده معانا. يا بركة بسم الله، يا بركة بسم الله، يا بركة بسم الله، يا بركة بسم الله. ربنا يصلح عمرك. شاب يعني قلقانة ومش عايزة تنام، منها العجة ايه؟ منها سبحان الله يعني بيما لسه بكرية ما كسرتش سنة يا جماعة، عمرها حوالي يعني العمر لسه ما تمتش 24 شهر. العجة ديت لسه ما تمتش 24 شهر. يعني لبانة تمام؟ فأول مرة يعني لسه عجة استراد ومتلقحة من بره، والعجة دي مع الشهادة بتاعتها تمام؟ فاحنا عايزين دعوة حلوة كده من كل المشاهدين بالله عليكم يا جماعة، الكل يخش مع اللايف دعوة حلوة كده بالله عليكم، دعوة حلوة كده لله. بسم الله ما شاء الله عليها أبو عمر وافي، فعشان كده إيه هي بكرية كمان والخلف نزل وافي ما شاء الله عليه، فعشان كده هي بتطول شوية في الميلادة. ماشي، هي بتطول شوية في الميلادة. بالله عليك كل اللي شاهدنا يدعي دعوه من قلبه وصلى على النبي من قلبه كده اهو، مش في تعليق حتى، وادعمنا بلايك حلو عشان العالم كله يشوف السيريالات الجميله اللي عندنا ده بأمر. اللهم امين يا رب. وبأمر الله، بأمر الله هحطم الاسعار ومشتان الطيور في مصر، بس كل اللي شاهدنا يصلى على النبي. انا عايزك كل اللي شاهدني كده وبص ليا كده يصلى على النبي، وانا مش عايز منه اي حاجه تاني، ودعوه من الله فوق بس مش اكتر. اللهم امين. فرج الناس برضه بأمر على الملك الطيب اللي عندنا، كله بكره كله بكره استراد بشهاده، كله كل بكاره. كل اللي عندي بكاره استراد بشهادتها، وعندي العجه البكريه ابو عمر. انا عايز الناس تركز من داخل العرض بتاعنا برضه، من داخل الكلام، العجه البكريه عندي اقل من المحجر 27,000 تمام، هي ب 75 في المحجر، اسعار عندي كمان من اقل من المحجر ب 28، من 47,000 وانت طالع. بكاره استراد بشهادتهم لبنات، وفي منهم بيان متلقحه ولسه والدين طالع ابو عمر، من 47,000 ل 52,000 عند الاسعار. عايزين بس كده دعوه حلوه كده من الناس كده معانا، اخواتنا 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 اللي على اللايف معانا، اي حد بيشاهدنا سواء راجل ست بتشاهدنا، اي حد بيشاهدنا دعوه بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم دعوه، حياه سيدنا النبي دعوه، دعوه بالله عليكم دعوه دعوه. هتحبني كده بسرعه؟ يلا دكتور عشان خليك تعبناها يا دكتور بالله عليك. ماشي يا ابو عمر، واحده واحده خليك شويه على الخلف يا جماعه، ولسه كنا بس بكريه تمام. واكل يا ابو عمر والاكل كويس، هو بيعمل ايه؟ بيخلي الجنين بسم الله ما شاء الله عليه يتغذى وينزل برضه وافي، يعني بينزل في ميعاده وافي، مش بيما واكل اي كلام، بيما واكل. هو الخلف ده على حسب بتلقيح ولا ظروفه ايه؟ ده يا باشا تلقيح الماني، الماني هي جايه من بره، العجله دي جايه من عجله لسه خامه، جايه من بره استراد معاه الشهاده الماني تمام، استراد الماني تمام. ماشي، كل اللي شاهدني لتاني مره يصلى على النبي من جنبه، صلى الله عليه وسلم، وحد الله. تعالى معايا كده من داخل العرض بتاعنا عشان الناس برضه ما تملش يا ابو عمر، الناس ما تملش مننا. على كده انا برضه حاجات بكره رجاله برضه، بهايم محلوبه ما بحضرش، اسمعني انا ما بحضرش بهايم، لا تصوير ولا غير تصوير، كل حاجه على الطبيعه، كل حاجه ابو عمر على الطبيعه. البان دي بتحلق ثلاث مرات. طب بقول لك ايه، بقول لك ايه، اخر طرف النهارده لسه في معانا مشاهدين، انا يعني ناس هنا فاهمه طبعا في حالات الولاده تمام، بقول لك اربط الرجلين يا دكتور، اربط يا باشا، اربط يا دكتور الرجلين يا دكتور، في حد هنا على اللايف بقول لك اربط الرجلين يا دكتور. طبعا. اللي عنده حاجه برضه يا جماعه معلومه برضه يقولها لنا. لسه جايب الحبه، لسه جايب الحبه. ماشي حبيبي يا دكتور، احلى مسا عليك. بس يا ابو عمر بكريه والديما واكله والخلف نازل وافي تمام، في ناس فاهمه عارفه الكلام اللي احنا بنقوله، هي لو اي كلام او واكله اي كلام يا ابو عمر طبعا ايه مش هتجيب الخلف كبير كده. فك الحبل يا حرش، فك الحبل، فك الحبل، بس صلوا على النبي كده وادعوا لها بالحبل ده يا حرش، الحبل الثاني يا حرش، صلوا على النبي، صلي بس حبل يا حرش، حل تحتها بسرعه يا حبيبي، شد انت يا دكتور معانا بالراحه بس يا ولاد عشان الخلف ما يتمزكش ولا يتعور، بالراحه واحده واحده، صل على الحبيب، صلي وحدوه، لج الحبيب النبي ابو عمر كله صلى على النبي، لج الحبيب النبي كله صلى على النبي، لج ان هي تقوم على خير بالسلامه، والله والله لا نقص. فك الحبل يا حرشه، فك الحبل يابا، فك خالص، فك النفل، نزل بالراحه، يا رب يا رب معاك، يا رب معاك، صلى على النبي، صلي بالراحه يا اولاد، خلاص يا شد يا دكتور يا رب استر. الله الله استر. انفض انفض يا دكتور، انفض رجاله. لا سيبه سيبه متعلق شويه، سيبه. هو ياخد كده، هو ياخد. شيله شيله عن الفندق، شيل، تعال حد يجي يشيل معايا. تعال شيل معايا، حد يشيل معايا. حد يشيل. ثواني يا دكتور. ثواني يا دكتور، ثواني شيله متعلق، ثواني يا دكتور. لا انا شيله متعلق بره. ثواني. سبحان الله، سبحان الله. ثواني يا دكتور. سبحانك يا رب، سبحان الله. يلا. سبحان الله.
سبحان ايه رحله ولاد رجاله معانا ايه سبحان الله يلا عشان نشيل معاك سبحان الخالق سبحان الله سبحان الله كله يرجعك يعلق معانا اكتب سبحان الله شيل معايا كده معلم تعال كله يعلق معاك سبحان الله تبارك الله واللي عنده برده معلومه يكتبها واحنا نرد عليه برده في التعليق مفيش اي مشكله واحده واحده يا دكتور يا رب الله اكبر الله 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 على مكانه في الجيش يلا على التنظيم على مكانه على التنظيم هتشبع 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 شايفين رجال خلاف بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله ذكر ولا انتهى صلى على النبي اللي يجيبه ربنا كله خير نعم بالله هي تكون بالسلامه وكل كل حاجه سهله كل حاجه طلع شباب وطلع يا عمر الشباب طلع طلع ما شاء الله الحمد لله على السلامه الحمد لله على سلامتك يا عسل يا غزاله دي اسمها الغزاله ابو عمر وحدوه لا اله الا الله جايب رخه من تحت اقسم بالله ولا بص ولا بغر ربع ولا تمام صلي على الحبيب صلي يا حبيبي النبي تكشى طلع يا معلم طلع يا باشا طلع يا باشا عم الحاج حماده الحمد لله على السلامه ربنا كرمك والصلاه على النبي ما اعرفش ايه الذكر ولا انتهى يا رب اتربى في عزك احلى مسا عليك يا ابو عمر وعلى كل مشاهدينا وكل متابعينا وكل محبينا في كل مكان الدنيا بحال على راس المفاوض ابو عمر واي حد يجي يشرفنا ونورنا على دماغنا اسم مروح حاج ذكر انت محمود ذكر يا فتحت انا فتحت دكتور ولا ايه فتحت انا انا عايزك تصوم فضول العجل ده انفضوا العجل ده دكتور انفضوا سبحان الله شايفين يا جماعه الحلاوه شايفين سبحان الله سبحان الله سبحان الخالق سبحان البادع سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر ما شاء الله يا معلم حسام السلاله النادره عم حماده المعلم حسام طبعا قال لك الشابه ديت طبعا مزنوقه في الولاده وزي كده هنعرضها بسعر قنبله ان شاء الله عشان يا والده عندك هنعرضها بسعرها عايزين نعرضها بسعر العشر انا اعرض لك بسعر 10 يا ريس عجل استيراد بالشهاده استيراد بالشهاده السن لبنيه بقى لبنيه ما كسرتش ولا سنه تمام معايا عجلات برضو هنا لبن بقاره فريش والخلف بتاعهم موجود بس احنا شارين الخلف لوحده ابو عمر والبهيم لوحدها تمام لسه كلها حلقه تعالى 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 ما شاء الله ما شاء الله عجله لبنيه يا عم اتوان اتوان حتى انا اخد ادي عجه يا جماعه لبنيات سمعونا الصلاه على حبيبنا بقى كل الناس تتكلم على اللايف صلى على سيدنا النبي عجلات سلالات عاليه برضه هنفرج كل حاجه على اللايف بس هنا اول حاجه هنعرض الشابه انا اعرض الشابه يا باشا عجلات سلالات تحت العشر عارفين والله موجود عجلات تحت العشر رجاله برضه سلالات بفضل الله عند المعلم حماده حسن ابو الحاج ومزرعه الحاج حسن ابو الحاج عجلات صغيره ذكوره ناتي اي كميه معانا بفضل الله عجلات هنا سلالات نادره سمنتلات هولشتاين براون بنات بنات استيراد زي دي اللي عايز عجلات يا جماعه زي دي من غير الامهات برضو متاح عندي ابيع لك عجلات لوحدها غير من غير الامايه للناس اللي هم يعني اللي غاويين السلالات الحلوه اللي زي دي يا ابو عمر السمنتلات والهولشتاين حد عايز عجله لوحدها انت عايز عجله لوحدها يا ابو عمر برضه ابيعك تمام ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله على سلامتك عسليه الحمد لله على السلامه يا ابو الحمد لله على سلامتك الحمد لله على السلامه بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله سمعونا الصلاه على الحبيب النبي كان رجاله بالله عليكم يلا يا معلم حسام جوش حبيبي دي عجله استيراد احنا هنعرض برضه بسعرها عشان الناس ما تملش الفيديو طول واحنا متاسفين للناس كلها ان الفيديو طول معانا ابو عمر متاسفين كمان مره الناس كلها على دماغنا من فوق انا بحيي كل راجل جدع بيثق فينا ابو عمر بكل مصداقيه منه ده انا بحييه وعلشان كده ابو عمر دي عجله بكريه طالعه من محجر الدكتور ثابت البجري من شهرين ماشي هنعرضها لك بسعر بغره خالص اشرب ميه اشرب ميه اضرب على الميه اضرب على الميه جاش ميه صوت ما سخنين بس جاش جاي عمر هات ابن عمر خلف عمر يلا ابو عمر خليك معانا في دقيقتين معاه الشهاده معلم حسام معاه الشهاده بتاعتها اللي هيجينا ياخدها اديله الشهاده بتاعتها وهعمل له اللازم ليها كله على الكلسم وكل حاجه لازمها لها ابو عمر هديها لها ونبص لحاجه وكل شيء وبامر الله العجله دي هتحلب احسن خير بامر الله ده خير من عند ربنا احنا ما نقدرش نقول فيه دلوقتي لان هي طبعا لسه والده عشان ما نقعدش نفتي فيها يعني زي ما الناس بتقول ماشي ده خير ده رزق دي عجله بكريه استيراد معاه الشهاده بس وحياه حبيبك النبي اللي يشوف الملك الطاهر ده اهو يصلى على النبي من قلبه ويدعي لنا الله يك حلو عشان هقدمها لك بكام بقى يا ابو عمر؟ بكام يا معلم حسام؟ هقدمها لك ب 80,000 زي ما الناس بتعمل ولا 70,000؟ العجل دي مع الشهاده؟ مع الشهاده اه عجل بكريه مع الشهادات الماني ولا فرنسي؟ الماني الماني شهاده اتحاد الماني يا ابو عمر تمام بختمها يعني اه الماني بس
بس حط خلافه في الارض كده. عدلوه بقى عدلوه عدلوه خلافه حبيبي. جايب ذكر من بليار ابو عمر بس الله ما شاء الله عليه. جايب ذكر الرجال اوت من بليار كل اللي يجيب ربنا خير كل اللي يجيب ربنا نعمه الحمد لله كل شيء كده يا باشا. اللي عايز الشابه دي ابو عمر هي بتنزل في المحجر ب 75,000 علشان تحضرها للميلاد وتولد عندك ب 80,000. دي عجه بكريه يا لبنيه يا كسره جوز. تمام يا لبنيه يا كسره جوز يا ابو عمر صل على النبي عليه الصلاه. عشان تجيبها من المحجر تولد عندك تصرف عليك 80,000 75,000. انا النهارده هقدم لك بقى بكام يا ابو عمر؟ كام معلم؟ فضل الناس اللي دعت لنا الناس اللي متابعانا من اول اللايف وحدوه صلي على النبي ولا اله الا الله والله ما هقدم لك ب 70,000 ولا حتى ب 65,000. تمام سعرنا من تحت احنا يرضي الله. السعر يبقى مع مين؟ بما يرضي الله مع المعلم حماده ابو الحاج ملك السلالات ماشي وامبراطور الرجوله في مصر. تمام احنا ابو عمر والله ما بنزعل اي حد توكل على الله غالي برضه رجاله. هو ده حاله الولاده معانا اهي وادي الدكتور برضه معانا يعني مش تحتاج يا معلم حماده قدام ان شاء الله. انا المشاد بكام دي يا ابو عمر؟ باذن من رب العالمين احنا بنقدمها ب 62,500 وهنسيب ال 500 كمان هتبقى ب 62,000. 62,000 سعر النهائي. 62,000 سعر النهائي يا بابا. العجل موصلت ايه؟ اولشتاين الماني بيور يا باشا. استيراد. استيراد بالشهاده بتاعتك. مش في حاجه اسمها بنت استيراد معاها الشهاده. لا دي استيراد يا ابني. دي وارد المانيا يا ابو عمر. دي وارد المانيا. هتسلم الشهاده برضه بتاعتها معاها؟ كل شيء وربنا يبارك لصاحب النصيب يا باشا ووراه ذكر بسم الله ما شاء الله. بص يا عم عمر هنا عندك سلالات من البقر الوالد والخلف بتاعه، اللي عايز حاجه من الخلف يفتح بيها مزرعه. من السمنتال من الهولشتاين ماشي العمار اللي هي الزواره عمار شهرين وثلاث شهور واربع شهور. اي سلالات بفضل من رب العالمين متوفره هنا عندي. تمام رقم تليفوني 010 22 53 78 46 المعلم حمد ابو الحاج 010 9 ورقم تليفوني الخاص بي انا 010 980 49 998 وانا تحت امر اي حد الليل قبل النهار يا بابا. 010 980 4998 المعلم حماده ابو الحاج بيقدم الشابه ديت يا جماعه عجله بكريه استراد معاها الشاب بتاعتها كل حاجه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السعر النهارده كام؟ 62,000 جنيه. مش عايزين نطور على الناس، عايزين نقول على التفاصيل كل حاجه. اللي عايز عجات بكاره استراد خلفهم من غير خلفهم عند البهايم بشهيده من غير خلفه اسعار بتبتدي فيهم. اللبن بتاعهم الاول رزق من عند ربنا اللي انا حلبته هنا من اول 25 كيلو اسلم لغايه 35 كيلو. تمام في البقره الاستراد بشهيده الماني. تمام صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الباب في البهائم اللي هي الوالده من غير خلافه ابو عمر هنا معلم حسام كل اول موسم كلهم كسرين الجواز. كل اول موسم يعني كلهم كسرين الجواز بقره كل استراد استراد بقره بشهيده استراد يا جماعه كله اهوت بالشهايه. تمام واللي عايز بقى استراد برده متاح. الاسعار يا معلم حسام كام؟ من اول خلي الفقير ياكل بسعر الخليط من اول مش هزعل اي حد من اول 47,000 وانت طالع لغايه 51,000. من اول كام؟ مش بزعل اي حد. انت بتقول ايه؟ من بسعر الخليط يا ريس من اول كام؟ ده ادالك ب 47 لغايه 51 وقبل ما تطلع بقى من عندي عشان ما تسترخصش السعر تحليل سولو بروسيلا ليك عندي صلى على النبي. انا بقول لك هحطم الاسعار في مصر. محدش يزعل مني، محدش يزعل عشان احنا في ناس غلابه وعلى الله. عايزين لايكات حلوه وحياه النبي عايزين لايكات حلوه عشان الفيديو ده اهو يلف الدنيا كلها والناس كلها تعرف الاسعار. حبيبي انا عايز الناس كلها تعرف الاسعار. تمام من 47 ل 51 من 47 شهادتها الماني من 20 ل 35 كيلو لبن. تمام مش هنبالغ في اللبن يا معلم. واللي هيجي يستلم مني او اهم حاجه يا ابو عمر اللي هيجي يستلم مني اول حاجه تحليل سولو بروسيلا بتاكد على الناس تاني تسليم لبن تشوف السن اللي فيها غلطه بعد شهر بتاعت اللي تزعله شكليا شكليا في البهايم ديت بعد اسبوع بتاعتي يا معلم. تمام عجلات صغيره يا معلم حسام خلايط موجود؟ انا يا باشا خليط ومعندي بيور وعندي اللي انت نفسك فيه وعندي هنا شاب ابيض في احمر بتساوي في الخناصر 25 كيلو لبن بنت استراد. تمام ورا انتايا من وانت هنا كده اللي عايزها 25 كيلو لبن يا ابو عمر ورا انتايا ورا انتايا عامله 57,000 ونص ورا انتايا كبيره مش صغيره خلافه كبيره بنت ثلاث شهور ومتلقحها. تمام يعني انت بتاخد ثلاثه في واحد. تمام بقرة في 25 كيلو بتساوي في الخناصر وراها انتهى من ثلاث شهور صلى على النبي ومشتم بالذات يا باشا اتفضل ومتفتحه دلوقتي. عارف خلافها يا معلم حسام؟ كل اللي انت نفسك فيه عارف خلافها يا ريس. بتشكرنا يا دكتور على الزوق بتاعك. سيب رقم تليفونك يا دكتور لو حد عايز يتواصل معاك. 011 011 10 دكتور علم يا جماعه طبعا نشر خير علينا. الله يبارك لك. 011 10 8 9 011 10 8 9 8 9 7 7 6 6 0 6 6 0 دكتور عالم دكتور محترم ابو عمر ومعانا من زمان وراجل عنده مصداقيه
وراجل محترم واللي عايز منه اي حاجه احنا رغبتنا له برضه. ايه البنت يا ابو عمر؟ انت بتقول يا معلم انت بنت 3 شهور يا ابو عمر دي 3 شهور شاب عارفه خلفه؟ عارفه خلفه يا ريس. بصوا يا جماعه البيمه ديت بتلقحها عارفه خلفه وبنتها عارفاها طبعا بنتها مفطومه مفطومه يا باشا بنتها خلفه مفطوم عجله الماني وراها تمام وهي نتايه بنت نتايه تمام 25 لبن على الميزان والزيت في رزقك والسعر كام و60 يا معلم سام؟ 57000 57000 يا معلم بخلفه؟ بخلفه 25 كيلو متلقحه؟ بتسوي بتسوي الخناصر وانا انت بنت 3 شهور متلقحه وربنا يبارك لصاحب النصيب ومع احترامي للجميع ومع احترامي لاي حد احنا قلنا البيمه ديت وهي بتولد هسيب لاي حد وعن عدلها وعن اللي هقوله فلوس علشان خاطر ربنا يقومها بالسلامه مش ب 67 ولا ب 65 وبعد اذن المعلم حمش ب 62000 ب 60000 بس احطم لك اسعار الاولشتاين البير في مصر بكام؟ 60000 بس دي ب 60000 بس وبامر الله تحلى ب 35 كيلو لبن يا جماعه الاجل ده برده ب 60000 بس معلم حسام نزلها في خلفه وبامر الله ابو عمر هتحلب فوق ال 30 كيلو لبن بامر الله سيب رقم تليفونك يا معلم حسام انت رقم تليفوني لو حد عنده مزرعه عايز يطلعها اللي عنده اي اعداد من المواشي انا رجبت له تحت امر تاخده منه اي اعداد فوق دماغه تمام شراء وبيع ان شاء الله سيب رقم تليفونك انت بقى رقم في البار بالذات يا ابو عمر ما عنديش كميات كبيره لان مش كل البهام اللي بجيبها تمام طب لو لو في قدامك كميه عجول من البقره تاخدها كلها اللي عنده من الصنف والدم ده اهو 1000 بهيم بفضل الله هياخدها سيب رقم تليفونك 010-60-35-1894 والناس كلها على دماغ ابو عمر واحنا عايزين الناس كلها تاكل عيش وترزق والناس كلها فوق دماغي ب 60000 العجل اللي استرد البكريه ديت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بشكركم على حسن استماعكم معانا ويا ريت كل المتشاهدين تتفاعل معانا باللايكات والشير والصلاه على سيدنا النبي في التعليق والدعاء للحاج حسن ابو الحاج بالرحمه يا ريت كل ال 600 اللي معانا قبل ما اقفل يدعوا للحاج حسن ابو الحاج كل واحد في التعليق بالرحمه يا ريت ال 600 اللي معانا يعملوا 600 لايك بشكركم 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 والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.